وفيقة محمود عبدو، امرأة كبيرة بالعمر، زوجي كبير بالعمر، قاعدين بالأجار، ما عنا مردود نعيش منه. زوجي بيشتغل أعمال حرة، شغل خفيف على قد عمره. ابني الكبير منصاب تمزق غضروف برجله، ما عاد يقدر يشتغل، ورجله بحاجة عملية بتكلف 3 مليون سوري. فهد قد ايه عمره؟ عمره 22 سنة. شو بيعاني؟ المشاكل الغضروف شو سببها؟ إله سنة يجض من أجره. قمنا أخذناه على الدكتور، فحصوا الدكتور قال معه تمزق غضروف، بده علاج فيزيائي مدة طويلة. بعدين بعد العزل، لأنه عنده تلين بالعضل فوق التمزق الغضروف، بعد العلاج الفيزيائي إذا شيء بسيط ما راح نفوت هالفوتي بالعملية وكذا. إذا طلع تمزق خفيف بجوز إنه يترمم لحاله، يعني ترميم. أما إذا بده عملية، قلنا الدكتور يعني بجوز، قلت له أنا قديش يعني بتكلف، أنا ما قدرة. قال لي بجوز 3 أكثر، ما بعرف، ما بقدر أقول لك. إسه شهر ثماني بعد هالتصوير، بعد ما يشوفه عاد يصور وشوف الصور، بقولنا عاد الدكتور انه اسا مع العلاج ماشي العلاج اسا. طب انت طالعه تطلبي له ولسه ما بتعرفي شو علاجه يا ام فهد؟ علاج فيزيائي هو اسا، معه طيب هلا تمزق من كم غضروف. ايه هلا بدك حابه تعالجيه لاب؟ ليه ما بتع... ايوه ليه ركبت. ما بتعملي له هلا تصوير رجله وبتطمني عليه؟ اوقات التاخير بهالحالات بضر، اذا مشان المصاري فالمبلغ اليوم باسم الرب يسوع المسيح بيتامن وبتعملي العمليه. إذا أنت حابة تعملي علاج فيزيائي لأنه أرخص لا تشيلي هم المصاري، أما إذا في سبب تاني خبريني عنه. أنا قلت لك لأنه بالمشفى عم طيره، يعني على المشفى. أنا قصدي أنت ليه ما بدك تعملي له عملية؟ يعني ليه لازم علاج فيزيائي؟ هل هو مشان المصاري بس ولا في سبب تاني؟ لأنه العضلي اللي فوق الغضروف مع تلين وضعيفي، بدها إجباري علاج فيزيائي. هيك شيء ثاني. طيب والعلاج إيه الفيزيائي قد ايه عم يكلفك؟ والله عم بالمشفى، أما طرقان ومصاريف وكذا وعندي طلاب بالمدرسة، وبنتي ليك، وبنت أخت زوجي حفظات دواء، دكتور تقرير طبي كتب لي الدكتور لأخذه على الهلال يساعدوني من شهرين 3. ما حدا عم يساعدني نهائي. فهلا هدول ما 3 مليون اللي طلبتيهم، انت طلبتيهم لعمليه انا بدي اعطيك اياهم ولو ما في عمليه، بس مجرد رسول المسيح يسلمك اياهم خبريني انك استلمتيهم ومعافى ابنك وربنا يغير وضعك وشو بدي اقول لك؟ ربنا يعطيك الصحه. سلام المسيح امنا، انا هلق بطريقي على بيت توفيقه. سلام المسيح. سلام المسيح، تفضلي. هذا هو البيت. سلام المسيح، استلمت مبلغ 3 مليون بدي أعالج ابني فيه وجيب دواء لبنت عمي، وأجرات لأولادي رايحين جايين على السويدة. بشكر الرب يسوع والمتبرعين وإمنا ماجي، ألف شكر إلها. الشكر الكبير للرب يسوع المسيح مسدد الاحتياج، صانع المعجزات، سواء بأمور منتوقعها أو ما منتوقعها. كنا نفتكر بس انه ممكن يكون الرب يسوع المسيح وهو ماشي على الارض يصنع معجزات، اكتشفنا انه بعد 2000 سنه ما زال يصنع معجزات وما زال يجول ويصنع خير فينا بولاده، بقديسيه، بشعبه، وبكل مين بيطلب باسمه حتى من الامم الثانيه. وبصلي لخلاص نفوس كتار قبل نهايه العالم، قبل مجيء الرب يسوع المسيح الديان.